إلى متواهم الأخير، واكتفينا بالهواتف، واكتفينا بالدعوات، واكتفينا بالفديات وما إلى ذلك. منذ صباح هذا اليوم ابتدأت الطريقة البصرية احتفالاتها الرسمية التي ابتدأتها من يوم عيد المولد النبوي الشريف بعدة احتفالات، حيث تم اليوم ومنذ صلاة الفجر هذا الاحتفال الرسمي، وتقاطرت وفود فروع الطريقة البصيرية بالمغرب بالمملكة المغربية التي تصل إلى حوالي 54 فرعا في المدن والقرى، حيث مثلت غالبية هذه الفروع بمريدين ومريدات أحيوا هذه الذكرى بما يليق بها من قراءة قرآنية ومن أمداح نبوية شريفة ودروس في السيرة النبوية وفي الحديث النبوي الشريف ومسابقات في السيرة النبوية، وأيضا ذكر جماعي وفردي وحضور مكثف من جميع هذه الفروع. وستختتم الطريقة البصيرية هذه الاحتفالات يوم الثلاثاء القادم بحفل إعذار جماعي سيستفيد منه أبناء الفقراء واليتامى والمعوزين في جماعة بني عياط وأيضا في الجماعات المجاورة، حيث سيتعدى العدد المستفيدين 100 طفل إن شاء الله تعالى. خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب من الله مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأه بالقسم، والقسم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.